مساء الفل، حلقة جديدة من الأسوأ في رمضان الموسم الثالث. مساء الفل وتاني حلقات الموسم الثالث من الأسوأ في رمضان. الحلقة الأولى أصلا كنا بنتكلم على الإعلانات، ولكن كده تعتبر دي الحلقة الأولى بالنسبة للمسلسلات، وممكن تكون الأخيرة على فكرة. وحتى لو أنا اتكلمت بشكل في رأي ونقد بشكل محترم، ولكن هو اصلا اسم البرنامج تهمه لوحده، الاسوأ في رمضان يعني اسم مهبل. المهم نخش على طول. طبعا هنتكلم لحد الحلقه الثالثه يا جماعه من المسلسلات اللي انا شفتها، لحد الحلقه الثالثه بس، عشان ما حدش يقول لي لا انت ليه بتحكم من دلوقتي. نحكم اول ثلاث حلقات، وتقريبا انا بعد الفيديو ده هعمل عمليه ليزك من كتر المسلسلات اللي شفتها اتحولت يعني. مسلسل الكبير قبل ما نتكلم عليه يا جماعه، في بس فيديو صغير اتكلمت في اول شهر مارس وقلت توقعي، نشوفه بس بسرعة. وافتكروا الفيديو ده، اخاف من التكرار. مش بتكلم على رحمة كممثلة، شخصية مربوحة، شخصية يعني ماشية على الحبل على شعرة ما بين الاستظراف وما بين الكوميديا اللي ضحك قوي. فالتوقع في الموسم ده اصعب كتير من اي ممثل تاني. نفادي والعالم دول هيضحكوا، وهدرس كله هيضحك. هي اصعب ممثلة في الموسم ده. اللي انا قلته ان انا خايف من دور رحمة احمد تحديدا. طيب مبدئيا كده يا جماعة، انا ما كنتش مستني اصلا من الكبير انه يديني قصة ويديني حاجات جامدة جدا، قد ما انه يستمر في حتة الضحك. وعارف ان الموسم ده صعب، عشان الموسم السادس كان فيه تحديات كتير ما بين ان انت بتطلع نجوم شبان وكاركترز جديدة خالص. فالجزء السادس ده كان ريس، لكن السابع اصعب، لانه السابع انت لحد دلوقتي ما عندكش كاركترات جديدة بنضحك بإفيهات شبيهة للسيزون السادس. مبدئيا من اول حلقة يا جماعة انا يعني ركبت قطن في وداني من صوت الصريخ والزعيق المزعج جدا من رحمة. وعلى فكرة احسن واحد في المسلسل لحد دلوقتي هو هدرس، لسه محافظ على الإفيهات اللي بتضحك، اللي هي مهما يقولها احنا نفضل متفاعلين معاها. وعشان ما يكونش الناس قاسيه على دور مربوحه، اول ثلاث حلقات من الكبير انا وجهه نظري الكتابه ضعيفه لحد دلوقتي، الكتابه ضعيفه شويتين ثلاثه، مش عارف في قطر يدخل في ظهري يعني. يعني لك ان تتخيل الحلقه الثالثه عباره عن اكتر من نص الحلقه مشهدين بس، مشهد كبير ومربوحه عند الدكتوره ومشهد الجيم، وتاني الكبير انا مش عايز منه فكره، انا عايز كوميديا تضحك ولذيذ. سوء الكانتو مبدئيا كده ربنا يخلينا عبد العزيز مخيون، فنان كبير جدا يا جماعه، وفنان ممثل قدير حقيقي. وامير كرار بيعمل دور جديد عليه، ولكن مش كاركتر جديد، نفس الانفعالات نفس كل حاجه يعني، مفيش النقله الخزعبليه يعني. كادرات المسلسل حلوه قوي، الالوان الروح كل حاجه، ولكن رتم المسلسل كعاده مسلسلات حسين المنباوي بطيئه شويه مقارنه بمسلسلات رمضان. وعلى فكره يا جماعه يعني خدت بالي من حاجه، ان معظم مسلسلات رمضان الحلقه الاولى كانت ساعه، يعني ساعه ليه يا جماعه؟ وطبعا التحنيك لازم يكون موجود معانا، وانه مثلا مشهد زي ده الراجل موقف امير كرار بيقول له استنى، ووشه عكس ما امير واقف. ليه؟ عشان امير يروح ملبس وشه في الترابيزه. اخراج محنك يعني. سره الباتع لخالد يوسف، مسلسل عليه كلام كتير قوي، مسلسل فيه حاجات حلوه قوي. الطفل اللي مثل دور احمد فهمي في الحلقه الاولى ممثل جامد جدا على فكره، وقلنا هيطول معانا شويه، هوب ما لحقتش 10 دقايق والواد كبر. والاحداث سريعه وحلوه، مشاهد المجاميع والكلام ده موفق جدا. العيوب بقى، شوف هو في عيوب، بس انا مش هقول لك مثلا ان المماليك لابسين اديداس ومضروب كمان مش اصلي، ولا هقول لك ان الفرنساويين كلهم بيتكلموا عربي احسن مني ومنك، ونابليون شكله نابليون لكن اصله من رود الفرج بيتكلم مصري حلولي. والحاجه اللي تعصبني اكتر ان هو بينه وبين الفرنسيين بيتكلموا مصري، اللي هو قشطه يا رجاله احنا هنخش مصر دلوقتي ونعدي على امبابه. على فكره بجد كان رايح امبابه. سيبكم من كل ده، هو ايه الكارثه اللي حصلت في الموسيقى التصويريه دي؟ راجح داوود موسيقار جامد جدا وراجل كبير جدا يعني. ده هو اللي عامل فيلم الكتكات يا جماعه، وعامل فيلم الرئيس عمر حرب. ولما نيجي لفيلم الرئيس عمر حرب، موسيقى سره باتع فيها مقاطع كتير من الرئيس عمر حرب بالملي، مش شبيهه. فدي انا شايفها سقطه غير طبيعيه يعني، مش فاهم يعني. المسلسل كان اوفر بادجت وعايزين يوفروا في المزيكا، حاجه عبثيه جدا بصراحه، واستغربت له. كان نفسي مسلسل زي ده مع كل الاحترام ان ياسر عبد الرحمن هو اللي يعمله. المداح الجزء الثالث، كلام كتير على المداح قوي قوي، اسمعوه بقى ايه ونشوف الدنيا. احمد ماهر يا جماعه اضافه مرعبه للمسلسل، ولو راجل كل يعني انت حصرت نفسك في كميه اعلانات وهري قبل كده، يا ريت تعمل ادوار يعني في العشر سنين قدام صعيدي بس. جامد جامد. خالد زكي نفس الكلام، مبسوط جدا انه رجع، واتمنى كده انه يعمل اعمال اكتر من كده. سلمى ابو ضيف مفاجاه المسلسل بالنسبه لي، انا دايما بحطها في سكه البنات اللي بيعملوا تيك توك واللي مش عارف ايه الطريقه دي وكده، فان دور زي ده لا ده دور صعب قوي، دي واحده ملبوسه يا جماعه، والواحده الملبوسه دي في شعره بين ان انت تعملي دور مرعب وان انت تعملي دور مضحك. لا الانفعالات
والطريقة تحديدا في الحلقة الأولى أثبتت إن أنت ممثلة قوية ويجي منها جدا، بس أهم حاجة اختيار الأدوار الصح والتوظيف. طبعا من ضمن المميزات هو المونتاج، بشوفه موفق جدا، ولو إنه في كل مشهد ممكن يكون مرعب بيكون فيه موسيقى تصويرية كتير، وده دايما انا مش بحبذه قوي، يعني بخلي انه ممكن تدي مساحه زي ما بيقولوا الكريبي مومنت. المشهد انت ممكن تسمع صوت بس، صوت خطوات حماده هلال بس، الصوت ده لوحده يرعب من غير اي اتموسفير خارجي. المشاهد الجرافيكس حلوه، في حاجات انا شايفها كانت ممكن تبقى احسن، الكالرنج والوان المسلسل ده مهمه جدا وحلوه جدا، نظرا لان المسلسل احداثه هي احداث مرعبه، فالاخضر ده دايما في عالم السينما يا بيرمز للرعب، لافلام الرعب بشكل عام او العوالم الاخرى او وجود مرض نفسي وهلاوس وامثال زي افلام مثلا الجوكر ماتريكس وسوء، دي كلها لون واحد وهو الاخضر. دخلت مدام لوسي كان نفسي يكون ريفرس، بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا ابتدينا بوشها وبعد كده عملنا لونج شوت، كان نفسي يكون لونج شوت بالمنظر المرعب ده، بعد كده ننهي على لوسي بعينيها الحمراء. دور رانيا فريد شوقي موفق جدا وحلو قوي، مش مجرد زوجة، لا ده هي مربوطة بحاجة تانية خاصة بقراءة الفنجان، وعلى فكرة الجزء ده بالنسبة لي احلى من الجزء التاني والاول، لانه داخل في الاحداث على طول، مش لازم بقى يفضل يوسعها علينا، بس هل هيفضل كده؟ مش عارف. عملة نادرة، يعني تخيل انه يعني ادوار الشر في عملة نادرة كمال ابو رايه واحمد عيد، يعني كمال ابو رايه اللي هو غسان مطر كان بيضرب بيه المثل في الطيبة اصلا، احمد عيد يا جماعة كده يعني اداني كده احساس في الاول، انا عارف ان هو طالع بدور شرير، ولكن في اول الحلقة الاولى كده حسيت انه ممكن لا ما يكونش كده وممكن تكون خدعة، اخر الحلقة الاولى يعني اداني على دماغ انا دور يدي درس لممثلين كتير، من ضمنهم ممثل انا بحبه محمد رجب، لا التترات مهمة ولا انك تكون بطل او اسمك يتكتب الاول، المهم هو الدور الحلو، لانه ده اللي بيخلي الناس تتعلق بيك وتبقى عايزه تشوفك كتير. بقى جمال سليمان صعيدي بس تحس ان هو بياكل شاورما كتير سوري، فيعني يا جماعه اللهجه راحه في داهيه، يعني مع كل الاحترام وتحفظي على مسلسل ضرب نار، ولكن احمد العوضي ماسك الشخصيه صح جدا انه صعيدي، تقارنه بجمال سليمان صباح الفل. وطالما جبنا سيره احمد العوضي يبقى نتكلم عن ضرب نار. ضرب نار بالنسبه لي انا بحب ياسمين عبد العزيز جدا جدا، نجمه شباك يعني الوحيده اللي في جيلها اللي كانت بتعمل افلام في السينما والناس تدفع فلوس عشان تدخل لها، واحمد العوضي برغم اجتهاداته القويه جدا في الدور، لكن انا المسلسل يعني ليه اتفرج عليه؟ ايه الحاجه الملفته المثيره الجامده انه اتفرج عليه؟ يمكن يكون السبب والاحساس ان انا عارف في الاخر ان هم يحبوا بعض وان هم اصلا متجوزين في الحقيقه، ويعني طب يا جدعان قشطه تمام، كنت ممكن اشوف كل ده على الانستجرام يعني بوستات بينك وكده وخلاص. ويمكن برضه لو احمد العوضي كان عمل الدور ده في مسلسل لوحده من غير ياسمين كان ممكن يطلع ترند ويكسر الدنيا. الامام الشافعي خالد النبوي يغرد وحيدا وبعيدا عن اي مسلسل تاني، لغه عربيه صح، تصوير حلو، تمثيل جامد، مش هينفع اقارنه باي مسلسل لانه ده هيبقى ظلم نظرا انه مسلسل تاريخي ومهم. الهرشه السابعه واحد من افضل المسلسلات على فكره، ولكن مشكلته في حاجه انه بحس ان هو موسم بتاعه مش موسم رمضان، وعلى فكره تقريبا نص مسلسلات رمضان كان نفسي تبقى بره رمضان هتنجح اكتر. اكسلانس على فكرة مش وحش، شوفوا بقى انا بقول لكم ايه، ولكن عشان اللي عمله نجم كبير زي محمد سعد فبالنسبة لي مش حلو. كوميديا الضرب والصوت العالي ده يعني ادمت قوي، وطبعا مع ويزو يبقى كوميديا اكيد على الشكل والحجم والحاجات دي، وده موجود يا جماعة مش مني. والمفاجأة بالنسبة لي ان ويزو لحد دلوقتي دورها مش وحش، مش طالعة صوتها عالي قوي كالعادة في حاجات في مسرح مصر، اللي عملته دلوقتي مربوحة صوت عالي فشخولي يعني، ولكن لا انا كان نفسي نجم بحجم محمد سعد انه يعمل مسلسل 10 حلقات 5 حلقات حتى بس، ببادجت محترم وفكرة كرياتيف قوية جدا مع مخرج جامد جدا يليق باسم محمد سعد، لكن اللي بيحصل ده حرام، يعني بيعتبر مسلسل مش هيتضاف في تاريخه انه نجح. ستهم كان نفسي قصة المسلسل دي هند صبري هي اللي تعمله بس كده خلاص. جعفر العمدة انا عارف الحلقة دي ممكن فاهمين ما يعني ما تقعدش كتير على السوشيال ميديا، فتعالوا نتكلم براحتي. الحلقة الأولى كانت المفروض تبقى زي انترودكشن لكل الشخصيات اللي في المسلسل الكتير قوي، ولكن لقينا مواقف كوميدية كتير المفروض ان هي حاجة يعني كوميديا، ولكن انا في لحظة حسيت ان المسلسل كوميدي كله. بداية المسلسل في الاول خلاص حلوة جدا وتمثيل قوي جدا انه خطف ابنه والكلام ده كله، وطبعا لا ننسى الموسيقى التصويرية لخالد حمادي يا جماعة في ليفل تاني خالص. لما نيجي المسلسل البرنس يا جماعة ايه اللي نجحه؟ محمد رمضان محمد سامي اكيد 100%، ولكن برضو لما يجي في بالك كده مسلسل البرنس ده بطولة مين؟ طول محمد رمضان، احمد زاهر، روجينا،
اذا كان في ممثلين وطبعا في غيرهم ولكن كان في ممثلين جنب محمد رمضان لا جامدين مع كل الاحترام، زوجاته الاربعه واخواته هل بنفس مستوى روجينا واحمد زاهر؟ اكيد لا. وتصميم شخصيه روجينا واحمد زاهر برضو اللي عاملها محمد سامي، ومثلا مشهد السفره اللي في الحلقه الاولى ده مستوحي من المسلسلات الهندي، كل ممثل بيقول جمله وكلوزات ورا بعض ورا بعض، وننهي بصوره لابو محمد رمضان معموله عن طريق برنامج فيس اب. ايه لازمته؟ ما كنت تجيبوا حد عجوز شويه وخلاص. بس اوعى يكون اللي في دماغي صح واحمد داش يطلع ابن محمد رمضان، هتفاجئ جدا يعني. طبعا من اكتر الحاجات اللي ازعجتني هو صوت منى فضالي والسويت والغنى اللي هي بتعمله في المسلسل، صباح الازعاج يعني. ويا عم جعفر يعني متجوز ايمان العاصي ومدلوق كده على زينه يعني، اعقله الكلمه. مسلسل الحمد لله على السلامه اليسرى غير موفق بسبب انه السنه اللي فاتت كان كوميدي والسنه دي كان كوميدي، وحسيت انه الاثنين دخلوا في بعض يعني. وانا بالنسبه لي يسرى هي عادل امام الدراما، يسرى ايكون مش مجرد ممثله، فانها تعمل مسلسل مستواه بالشكل ده لا، يسرى ممثله اهم من انها تعمل مسلسل كوميدي بالشكل ده. طبعا بالنسبه لي احلى مسلسل كوميدي عملته هو شربات لوز. السفاره لاحمد امين تحس كده ان هو مسلسل يعني بروح البلاتو، مسلسل حلو قوي، فكرته جديده بس مش جديده قوي برضو يعني، تحس انها متاثره بكام فيلم وعلى كام مسلسل لكن تمام. نفادي عمل دور حلو قوي، هو نفادي برضو بس بشكل مختلف. بس سؤال نفادي، احنا هنفضل في الكاركتر ده بس ولا ممكن نعمل حاجه تانية تنجح؟ طه دسوقي حلو جدا، واهم حاجه يستمر، هو لسه في بدايته خالص. واجمل ما في المسلسل انعام سلوسة، بموت فيها بجد. بالنسبه لي اسوأ مسلسل لحد دلوقتي هو اكسلانس والف حمد لله على السلامه لمحمد سعد واليسرى، مش عشان هم اسوأ مسلسلين، في مسلسلات اسوأ على فكره، ولكن عشان نجمين بحجم محمد سعد ويسرى ما يعملوش فكره مسلسل بالشكل ده افضل مسلسلات بالنسبه لي. ما اقدرش احدد، ولكن احنا ممكن نقول لكم مثلا ايه اللي احنا هنكمل فيه: المداح، سره الباتع، جعفر العمده الكبير، السفاره، وعمله نادره. طبعا الباقي هتفرج عليه اكيد، ولكن بقول لكم دول هركز معاهم كان انا بحبهم، لكن هتفرج على الباقي يعني مش عارف. انا ممكن الحلقه الجايه لو كملت بعدد المسلسلات ده هاجي لكم بنضاره شمس وباصص لفوق يعني. بس ده اللي كان عندي النهارده، قولوا لي انتوا ايه رايكم في مسلسلات رمضان، وايه اكتر مسلسل حبيتوه، وايه اسوء مسلسل مش طايقين اللي جابه. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.